بسم الله الرحمن الرحيم. يشرفني طبعا من بعد ختام هذه الجلسة والتي كانت في هذه البقعة المقدسة والتي استمدت قدسيتها بدماء شهدائها شهداء ثورة 17 فبراير في منطقة زوارة، والتي كانت تلك الرئة التي دفعت الأكسجين الحر إلى كل المليين في الساحل الغربي وفي منطقة الجبل الغربي. الإخوة الموجودين معي: الدكتور أبو بكر التنوع رئيس المجلس المحلي بزوارة، والسيد الفاضل عبد العزيز مسنوقة رئيس المجلس العسكري، والدكتور العجيلي عثمان سركز وهو عضو لجنة المصالحة بمنطقة الزاوية، وأنا محدثكم حسن الرجباني عضو لجنة المصالحة من الزاوية. نحن أعضاء في لجنة انبثقت تحت اسم لجنة المصالحة الاجتماعية ورد المظالم، وشكلت من تقريبا بعض قبائل الغرب الليبي في محاولة لوأد الفتنة وحقن دماء الليبيين والمسلمين في هذه المنطقة. حاولت هذه اللجنة في مجموعة من المشاكل التي حدثت أن تصل إلى صلح ما بين مجموعة من المناطق، وسنبتعد عن القبائل لأننا شعب متمدن وشعب مدني وضارب تاريخيا في حضارة طويلة، وسنبتعد عن تلك الإشاعة التي حاول أزلام النظام القادم من السابق ترسيخها بأننا قبائل، وإن الصراع الذي يدور هو صراع أحيانا مذهبي وأحيانا قبلي وأحيانا قومي. نطمن كل الليبيين في كل مكان في ثوار 17 فبراير بأن ما يجري في المنطقة الغربية هو أمر تحت السيطرة، وإنها مشاكل بسيطة، وإن العاقلين والثوار سوف يتجاوزون هذه المحنة وسوف يزيلون كل هذه العوائق. استطاعت هذه اللجنة المصالحة ما بين منطقة الزاوية ومنطقة وشفان، والآن يعم الوئام والمحبة ما بين المنطقتين، كذلك ما بين منطقة نالوت بالجبل نفوسة ومنطقة السيعان بسهل الجفار. وتمت أيضا بنجاح وبفضل همة أعضاء اللجنة وبفضل تعاون ثوار نالوت وثوار الصعاد والذين لا نشك في صدق نواياهم. في منطقة زبارة ثوار 17 فبراير كانت لهم أيضا هم الآخرين مشاكلهم مع جيرانهم، ونحن نحترم هذه الجيرة ونحترم هذا الجوار، ونعرف أن يوم ما ستنتهي هذه الثورة وستبدأ الدولة، وستظل زوارة في مكانها وسيظل جيرانها في مكانها، وسيتعاونون، ستكون بينهم الأسواق والأعمال والتجارة والمشاركة. فجاءت اللجنة وتنادت اللجنة من معظم قبائل المنطقة الغربية، وكان تجاوب الإخوة الحقيقة تجاوب مطمئن، وكان الفضل لثوار 17 فبراير بمنطقة زوارة الذين استجابوا، والذين كانوا كعادتهم وكعادة ثوار زوارة لم يمارسوا العقوق لدماء الشهداء، لم يمارسوا الخيانة لأولئك الشهداء الأبرار الذين ضحوا من أجل أن تكون ليبيا دولة القانون ودولة الحق. شكرا لأهل زوارة الذين شرفونا بهذه الاستجابة. أيضا نسجل الشكر لإخوتنا في منطقة العسة ورقدالين وجمين الذين أنصاعوا إلى كلمة الحق. تمثل بنود الصلح تمثلت في تسليم الأسلحة الموزعة في منطقة رقدالين والعسة والجميل، والتي تحمل تراخيص من الكتائب السابقة، تسليمها إلى لجان محايدة حتى لا يشعرون بأننا نمارس عليهم الظلم، وليس لزوارة حقيقة تدخل في هذا الموضوع، وإن كان يشرفنا أن تكون زوارة موجودة ضمن اللجان التي ستقوم بالتمشيط، ولكن حتى لا يتحسس إخوتنا فنحن نمثل جميعا الذين أتينا نمثل زوارة، وسوف نحق الحق وسوف نلزم كل من يحمل سلاح بدون سلاح لم يشارك في ثورة 17 فبراير سيكون مصيره وموضوع في مخازن الجيش الوطني الذي نحلم بتحقيقه، ذلك الجيش الذي لا ينحاز إلا لراية الوطن ولتراب الوطن الليبي ولا يأتمر بأمر أي أحد آخر. النقطة الثانية رد المظالم.
ورد المظالم، نقصد بها كل الأموال والسيارات والبيوت التي نهبت أو سرقت من الطرفين، وسيكون الثوار عادلين جدا جدا في هذا الموضوع. تسليم المطلوبين في منطقة العسة وربدالين وجنين ليسوا مطلوبين في زوار، وليسوا مطلوبين في زوار، هم مطلوبين لكل الشعب الليبي، كل من تورط منهم في الدم الليبي، كل من ولد في دماء الليبيين، كل من ساهم في سرقة أموال الليبيين سيسلم إلى القضاء، ويقول القضاء العادل الذي نطمح له كلمته فيه. أعتقد أن هذه أهم البنود. كل الطرق الموجودة في منطقة العسة والجميل والبدلين وفي زوارة، وكذلك معبر راس جدير، هذه معابر وطرق تمثل السيادة الوطنية الليبية. إن تواجد فيها ثوار 17 فبراير، سواء كانوا من زوارة أو كانوا من الثوار الصادقين من منطقة البدلين والعسة، سواء كانوا من الثوار القادمين من المناطق الأخرى، سيقومون بتأمين وسلامة كل مستعملي هذه الطرق وكل العابرين. فهذا معبر يربط ليبيا بالعالم الخارجي، ولم يسجل لهذه اللحظة أي تجاوز من أهل أزوارة الذين تواجدوا في معبر راس جدير، لم يسجل منهم أي انتهاك، وإن سجل منهم فإن الحق هو الحق، سوف يقدمون إلى العدالة إلى القانون وتتم عاقبتهم. ونحن لا نبرئ أحد ولا ندافع على أحد، ولكننا نعرف أن أخلاق الثوار لا يمكن أن تمارس العيب، لا يمكن أن تهين أي مستعمل الطريق. أعتقد وأطمن الإخوة الليبيين في كل مكان، خاصة الذين مواقعهم الجغرافية بعيدة، الإخوة في طبر، في غاد، في الكفرة، نقول لهم إن ما تسمعون في بعض الإذاعات، بعض الشائعات، سواء كانت المحطات المأجورة من الخارج، سواء كانت محطاتنا والتي تقع أحيانا في بعض الأخطاء نتيجة لنقص المراسلين، نتيجة لبعض الفهم، نتيجة لبعض أيضا الإشاعات التي يحاول أن يبثها أزلام النظام السابق، نتمنى من الليبيين جميعا الانتباه إلى هذه الأشياء، والانتباه إلى الخبر وتحليل الخبر. يحاول البعض تصوير هذا الصراع على أنه صراع قومي، ولكنه ليس هناك قومية في ليبيا إلا القومية الليبية، ويعني من جميع العرب، جميع الأمازيغ، جميع السود في ليبيا، جميع الذين أصولهم من خارجين. إن ليبيا للليبيين، وإن ليبيا مساحتها 1,750,000 كيلومتر مربع تتسع للجميع. إن ليبيا الضاربة في تاريخ الإنسان، حوالي 30,000 سنة منذ أن سير الليبيون العربات في أكاكورس خلف الخيل، منذ أن رسموا ذلك المعرض الهائل، ذلك المتحف الهائل من الرسومات، منذ تلك الفترة إلى 17 فبراير الليبيين يطمئنون، وليس هناك ولاء إلا لليبيا الحرة، ليبيا تدرف، ليبيا التي ستستمر حرة إن شاء الله. يعني أخيرا أريد أن أطمن شيخنا الجليل المستشار مصطفى عبد الجليل وأعضاء المجلس التنفيذي بأن البلاد فيها هلها واطمئنوا، وسوف نكون معكم قلبا وقالبا. وعندما خرج الزواري يهتف إلى شهداء بنغازي، لم يكن يمثل ولم يكن يريد عطية من أحد. آخر ليبيا في الغرب في راس جدير هتف لآخر شهدانا في المنطقة الشرقية. شيخنا الجليل استمر، ستتعبون، سيتعب الجميع، ولكننا سنخلق دولة ديمقراطية، دولة تعددية، دولة دستورية، دولة حرة. والسلام عليكم ورحمة الله. تكبير الله أكبر. Thank you.